نخلي المنتخبات نتكلم عنها في على الشاشه، لكن خليني ارجع مره تانية لكاس الرابطه يا كريم. هل ترى كاس الرابطه لها دور في ايقاف الاهلي ان شاء الله على رجله يعني خلال الفتره اللي جايه ولا لا؟ قطع فكره رائعه جدا، فكره رائعه جدا ان هي بتدي مساحه للمجموعه الغير الدوليه مش بيتم يعني اختيارها سواء للمنتخب او حتى بعد كده للمنتخبات الاولمبيه، يعني انت الفتره دي تلعب فيها بطوله ثالثه مع الدوري والكاس، اعتقد امر جيد بيدي اللعيبه مساحه للاحتكاك وكمان ذهنيا، ان انت يعني طبعا في الماتشات في الفتره دي كنا بنلعب ماتشات وديه، فطبعا اي لاعب ما بياخدش الماتش الودي بنفس الاهميه بالماتش الرسمي، وانا متاكد ان مع منافس مع يعني مرور المباريات والمنافسه وتصاعد المنافسه الايام الجايه هتسخن طبعا، بدايه انا في وجهه نظري مع ماتش الاهلي والاسماعيلي، يعني ماتش الاهلي والاسماعيلي هتبدا ناس مهما كانت الامور بس ماتش الاهلي والاسماعيلي طبعا ماتش جاي، اعتقد ان ده مفيد للنادي الاهلي بشكل كبير وضعا في الاعتبار طبعا ان في انديه كتيره ملهاش لعيبه في المنتخب، فبالتالي هم بيلعبوا بنفس اللعيبه اللي بتلعب في الدوري، فاهمني يا كابتن سامي؟ فبالتالي انا شايفها احتكاك جاي جدا جدا جدا, جداً للاهلي وللزمالك طبعا، وشايفين الاهلي فيه قفشه هيلعبوا احنا لو قلنا تشكيله كده مع بعض لو قلنا تشكيله اساسي يعني علي لطفي في حراسه المرمى، لو موسيماني هيلعب بثلاثه ورا هيحط محمد هاني ورامي ربيعه وياسر ابراهيم، دول الثلاثه كريم فؤاد ومحمود وحيد، اتنين ارتكاز عمار حمدي واحمد عبد القادر، وقدام بيرسي تاو وقفشه وحسام حسن، وعندك صلاح محسن احتياطي، عندك مغربي مساك احتياطي هيخش معاهم، عندك محمد اشرف باك ليفت منتخب اولمبي باك شمال كويس جدا، عندك قدام طاهر محمد طاهر، عندك الشحات في دكه قويه جدا، يعني تشكيله قويه مصطفى فعلا. شوبير في حراسه المرمى الحاجه برضو الوحيده بس فعلا تحس ان هو ايه خط وسطنا اتخذ بالكامل، هو ده الخط الوحيد اللي فيه ازمه يعني سبحان الله عمار وعبد القادر الاثنين والاثنين بلاي ميكرز الاثنين بلاي ميكرز الاثنين ناقصين، عندك منتخب مصر واليو ديانجم كمان ممكن تحط عمار ومعاه مثلا بس مفيش هاف ديفندر ست ممكن تحط ياسر ابراهيم وجهه نظري او رامي ربيعه ممكن رامي ربيعة ممكن وتلعب هو لو فضل بيلعب بثلاثة ورا هيحط رامي في اللي هو مركز حمدي فتحي وهيبقى قدامه احمد عبد القادر وعمار حمدي وهيخش معاهم بقى هو هيصعد ممكن هيبقى معاه فخري من فرقه الفات الشباب هو معاه فخري في الحته دي بالظبط كده انت عندك الوقت ده ان انت تقدر تغير فيه كيفما تريد صح صح محدش هيقول لك يعني لانه طبعا جمهور النادي الاهلي فاهم كويس جدا ان المباريات دي هتكون اكثر تجريبيه يعني من اي شيء اخر لانه النادي الاهلي بيعد نفسه لبطوله كاس العالم للانديه عايزين نكسب عايزين نفوز بالبطوله ولكن في النهايه هي اعداد اكثر منها اي شيء اخر يعني ولازم كمان كل لاعب مستني الفرصه دي فرصته يعني واحد زي حسام حسن ما بتلعبش اهو 8 ماتشات جات لك الفرصه واحد زي كهربا واحد زي طاهر محمد طاهر مشى وسجل عمار حمدي كريم فؤاد محمود وحيد اللعيبه اللي المفروض اللعيبه بتاعه النادي الاهلي انت جات لك الفرصه اهو عندك 5 ماتشات موت نفسك بقى رتمك عايزين انت عندك 5 ممكن تلعب السادس في كاس العالم صح يعني صح صح يعني لو انت اثبتت نفسك اثبتت نفسك صح. تلعب السادس في كاس العالم صح كلمه حلوه قوي كمان يعني. نفس الماتشات دي نقطه مهمه نفس الفرقه دي هي الدوري يعني مفيش اختلاف عشان برضو بعض اللعيبه ممكن يقول لك ايه انا بيتم تجربتي في بطوله اقل لا خالص هي نفسها لان معظم منتخب مصر اصلا متاخد من الاهلي والزمالك وشويه من بيراميدز والمحترفين ومحترفين وخلاص ونادي طلائع الجيش او نادي فيوتشر 6-3 بس فبالتالي اعتقد دي فرصه كويسه وبحيي بصراحه صاحب الفكره جيده جدا 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 وتفيد اللاعبين وتفيد الانديه وان شاء الله نلاقي فيها منافسه جيده كنت بس اتمنى الجوائز يعني تزيد شويه بس ما فيش يعني كان معايا الاستاذ احمد دياب امبارح وقال انه هو ده يعني الرابطه دافعه ايجار الملاعب اوكي ودافعه اعتبروها يعني من التكلفه للانديه ودافعه مستحقات الحكام جميل ومستحقات الفار أوكي. وقال لي 4 حاجات والرابعه البرودكشن بتاع النقل المباريات والله بص يا كابتن كبدايه حاجه ممتازه لا كبدايه حاجه ممتازه ممكن يخلص السنه دي يبقى الاول ياخد 1.5 مليون والسنه الجايه نضاعف لما يعني طبعا يكون في رعاه يخشوا البطوله طبعا يعني تجيب ثمنها برضو محتاجين برضو النقل والمتابعه هنشوف متابعه الجمهور ليها خصوصا ان هي جايه في متزامنه مع بس المباراه هتبقى الساعه 2:30 بتاعت زمان دي فاكر ان هي بتاعت عشان مواعيد كاس الامم والثمانينات اللي احنا كنا نخلص صلاه العصر وتسمع اللي هو بيخش جون الاهلي في صلاه العصر كان دايما الكابتن شطه يحكي لي الموضوع ده فان شاء الله تبقى بطوله جيده وانا شايفها احتياج جيد وباذن الله الجميع يستفاد منها يا رب ان شاء الله.
على الجانب الاخر يا احمد هي فرصه للجميع زي ما صح. حضرتك بتقول، ولكن ايضا قد تكون بتحط ضغط على بعض اللاعبين، لانه يعني انت سامع كلام كتير جدا خلال هذه الايام واشاعات كثيره جدا محدش عارف ايه اللي ممكن يحصل. انا شايفها لا فرصه كويسه جدا لكل اللعيبه، مش ضغط يعني. انت عندك ماتشات، تعتبر 5 ماتشات اهو بتتمرن بشكل كويس، تقدر تثبت نفسك يعني. محمود وحيد معلول طبعا بسم الله ما شاء الله عليه، فما بيلعبش محمود وحيد. طب انت جات لك الفرصه اهو بقى بالراحه كده، موت نفسك في المباراه الجايه. واحد زي كريم فؤاد النهارده، كريم فؤاد ده لعيب جوكر. أيوة. ممكن تحطه باك يمين، ممكن تحطه باك شمال، ارتكاز، جناح يعني. كريم فؤاد ده برضو انت ممكن لو اثبت نفسه تلاقيه اساسي في مباراه من مباريات كاس العالم يعني. فدي المباريات حتى الناشئين اللي ممكن يتصعدوا او ممكن ياخدوا فرصه، لازم كل اللعيبه دي في الفتره الجايه تموت نفسها. ليه؟ ان انت الفرصه اللي تجيلك لازم تتمسك بيها. ولازم تشتغل صح في مباراه كاس الرابطه، تاخدها بكل جديه وتلعبها. النتيجه دي حاجه بتاعت ربنا، ولكن لازم ان انت تجتهد وتعمل اللي عليك. وبرضو بالنسبه لحراسه المرمى، عايزين نشوف برضو حارس زي مصطفى شوبير. ان احنا ما شفناهوش قبل كده يعني غير مباراه واحده بس، لما ياخد برضو في مباراه دي اتمنى ان شاء الله انه ياخد مباراه ونشوفه. كذلك حمزه علاء حارس المنتخب الاولمبي. فعندنا برضو نقطه حراسه المرمى النهارده لما بتصنع علي لطفي، طبعا هو اللي اكيد هيبدا اول مباراه يعني. فعلي لطفي برضو لما انت بتكتسب خبرات لحارس تاني او بتدي بياخد الماتشات تدريجيا ويجيب البدني بتاعه ويبقى فيه منافسه، النهارده بتخلق نوع من المنافسه. الاساسيين لما يرجعوا يبقى فيه منافسه، وده اللي اتعودنا عليه في النادي الاهلي، وهو ده اللي احنا عايزينه دايما خلال الفتره اللي جايه في النادي الاهلي. لان الكل ينتظر مباريات النادي الاهلي في كاس الرابطه، لانها قد تكون في حاله بقاء الامور على ما هي عليه، قد تكون المباراه الاولى للنادي الاهلي ان شاء الله يوم 5 فبراير وتتعارض، وان شاء الله يكون منتخبنا الوطني وصل للمباراه النهائيه. فسيكون وجهه النظر يعني الواضحه انها ستكون خير اعداد للنادي الاهلي قبل كاس العالم للانديه. عموما بما اننا بنتكلم عن المنتخب وماذا سيحدث مع منتخبنا الوطني، هنتكلم عن المنتخبات الاخرى في نفس المجموعه، منتخب نيجيريا، منتخب السودان، ومنتخب غينيا بيساو، ولكن بعد هذا الفاصل مع احمد ثابت وكريم سعيد على الشاشه او على السبوره زي ما انا دايما بسميها. نطلع فاصل، وبعد الفاصل سبوره البيت الكبير.